يعرف الكثير أنها المشروع السياسي الذي تبنى فكرة إنشاء دولة يهودية على أرض فلسطين، لكن قليل من يعرف أن هدف الصهيونية في ذلك هو التمهيد لظهور المسيح الذي سيؤسس في تلك الأرض مملكة الرب ثم يحكم العالم. لم تكن هذه الفكرة خاصة باليهود، بل الغريب أن المسيحية الإيفانجيلية تبنتها قبل ذلك. القرن السادس عشر، صوت الإصلاح الديني يتصاعد. الراهب الألماني مارتن لوثر يتمرد على الكنيسة الكاثوليكية في روما ويؤسس المذهب البروتستانتي. تبنى لوثر التفسير الحرفي للكتاب المقدس وقال في كتابه المسيح ولد يهوديا إن المسيح سيعود في آخر الزمان لتأسيس مملكة الرب في فلسطين، وذلك بعد عودة بني إسرائيل إليها. هكذا نشأت المسيحية الصهيونية التي آمنت بضرورة جمع اليهود في فلسطين. من أوروبا إلى أمريكا حمل المهاجرون البروتستانت هذه العقيدة، فشكلوا بذلك الحياة السياسية والثقافية للعالم الجديد. لما سيطرت الأفكار القومية على أوروبا في القرن التاسع عشر مشكلة الدول الحديثة على أسس قومية، بدأ نظام الإمبراطوريات والدول الكبيرة بالتراجع، وبدأ نفوذ الدولة العثمانية بالانحسار. تشكلت دول قومية في أراضيها الأوروبية، ورسم المستعمر الأوروبي خريطة ما تبقى منها متفرقة مجزأة بحدود تفصل بينها بتشريعات تحارب قيم القرآن الذي احتكم إليه المسلمون منذ فجر تاريخهم. وجد العلمانيون اليهود الفرصة سانحة للمطالبة بتأسيس وطن نهائي لهم، وكانت حجتهم أن اليهودية دين وقومية في آن واحد. لتتوافق هذه الادعاءات مع قوانين النظام العالمي الجديد ويؤسس أرضهم الدينية المزعومة، حمل الكاتب اليهودي السويسري تيودور هيرتزل على عاتقه الانتصار لهذه الأفكار، فأصدر كتابه الدولة اليهودية مستغلا عقيدة البروتستانت في ضرورة تهجير اليهود إلى فلسطين. عام 1897 للميلاد انطلقت الحركة الصهيونية في مؤتمر بال في سويسرا، فأعلنت أن حل المشكلة اليهودية التي أرقت الحكومات الأوروبية هو تأسيس دولة لليهود تتخلص بها الأقليات اليهودية من الاضطهاد والعنصرية. في سعيه نحو هدفه التقى هيرتزل السلطان عبد الحميد الثاني عام 1901، فوضه على منح اليهود حق التجمع في فلسطين مقابل سداد ديون الدولة العثمانية الهائلة، لكن السلطان رفض ذلك وطرد هيرتزل من قصره. تعرض اليهود لمذابح في مدينة أوديسا بروسيا القيصرية عام 1903، فهاجر كثير منهم إلى أمريكا. أقنعت الصهيونية الآلاف منهم بالتوجه إلى فلسطين، فشكلوا نواة دولة الاحتلال. توفي هيرتزل قبل تحقيق حلمه، لكن الصهيونية واصلت مشروعها بعدما أصبحت عقيدة دينية للمسيحيين البروتستانت ومشروعا سياسيا استعماريا لبريطانيا. في الحرب العالمية الأولى أغدقت عائلة روتشيلد اليهودية الثرية الأموال على بريطانيا، وأمدها اليهودي حايين ويزمان بالسلاح. لم تنتهي الحرب قبل إطلاق وزير الخارجية البريطاني بالفور وعده الشهير لجعل فلسطين وطنا قوميا لليهود. تغيرت خريطة العالم السياسية إبان الحرب العالمية الأولى، فانتصر الاستعمار البريطاني على نظيره الألماني ونال الحصة الكبرى من أراضي الدولة العثمانية الخاسرة. انتهت الحرب بتفكيك الدولة العثمانية، فوقعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني، ثم انطلقت حمى الهجرات اليهودية إلى فلسطين. بين عامي 1903 و 1947 انتقل 440 ألفا من يهود روسيا وألمانيا وأوروبا الشرقية وبولندا إلى فلسطين بشكل قانوني وغير قانوني. استغل اليهود الإبادة النازية ضدهم في الحرب العالمية الثانية لدفع المزيد منهم إلى فلسطين.
تصاعد التسليح مع ازدياد الهجرات اليهودية، وزور اليهود جوازات السفر الرسمية للوصول الى ارض الميعاد، وأُعطيت الارض بكنوزها لهم ممن لا يملكها. في عام 1947 اعلنت الامم المتحدة عن تقسيم فلسطين. اعطى القرار 50% من اراضي فلسطين لليهود، في حين كانت اكثر اراضيها من نصيب الفلسطينيين. لكن الصهاينة لم يكتفوا بتلك القسمة، فغدروا كعادتهم واحتلوا بقوة السلاح نحو 4 ملايين دونم من اغنى الاراضي الزراعية في الناصرة والجليل، فوصلت مساحة دولتهم عام 1948 الى 80% من مساحة فلسطين. جاء توسع اليهود نتيجة سماح بريطانيا لهم بانشاء عصابات مسلحة عرفت بالهاغانا، والتي سيطرت لاحقا على ثلثي مساحة فلسطين بالإرهاب وارتكاب المذابح، كما فعلوا في مذبحتي دير ياسين والطنطورة الدمويتين. طرد أكثر من 780,000 فلسطيني وعربي من بيوتهم، وتوسعت حدود الدولة اليهودية أبعد من حدود التقسيم. ومع هذا كله يحظى الكيان الصهيوني بدعم معظم دول العالم الديمقراطي التي تدعي الإنسانية والحرية وحقوق الإنسان. إنها تستعمل هذا الكيان لتحقيق مصالحها في المنطقة، فجعلته رأس حربة في منع أي نهوض يعيد للمنطقة قوتها.